سيكن تربيه في مشتقات الزاويه، كذلك الكوتان المشتقة مالتها تساوي سالب كوسيكال تربيع في مشتقة الزاوية، وأيضا مشتقة السيكن هي عبارة عن سيكن تان في مشتقة الزاوية، وأيضا عندنا مشتقة الكوسيكن تساوي سالب كوسيكال في مشتقة أو في الكوتان في مشتقة الزاوية. هذه هي المشتقات للدوال المثلثية. راح نبين يعني ناخذ مثال example نبين به show that انه مشتقة sin x تساوي cosine x، حتى نبين ساين الاكس تساوي كوساين الاكس راح نستخدم تعريف المشتقة اللي هو عبارة عن الليمت اللي يساوي، اخذنا ايضا مر علينا سابقا مشتقة تساوي الليمت الاتش، تختار من الصفر وقلنا هذا الاتش يمثل مقدار التغير اف اوف الاكس زائد الاتش ناقص اف اوف الاكس على اتش، زين تساوي ليميت لاتش تقترب من الصفر ساين اكس زائد اتش ناقص ساين الاكس على قيمة الاتش. هذا هو المشتقة للساين باستخدام تعريف المشتقة. هذه ليميت، لحل هذه الليميت نعوض، قلنا تعويض مباشر، لكن بالتعويض المباشر راح يكون المقام تكون صفر وتكون الليميت غير معرفة، فلهذا ابحث عن طريق ابسط به هذه الليميت. الاحظ هذه متطابقة مرت علي سابقا اللي هي متطابقة ساين زاوية اكس زائد ناقص واي تساوي ساين الزاوية الأولى كوساين الزاوية الثانية زائد ناقص كوساين الزاوية الأولى ساين الزاوية الثانية. راح استخدم هذه المتطابقة ومن خلالها أبسط هذه الليمت تساوي ليميت اس تقترب من الصفر ساين الاكس كوساين اتش الاشارة زائد اشارة زائد 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 بدل الاشارة ناقص تكون ناقص كوساين الزاوية الأولى ساين الزاوية الثانية ناقص تنزل ساين اكس على اتش ايضا نبسط المقدار اكثر ساين اكس كوساين اتش ناقص ساين الاكس زائد كوساين اكس ساين اكس كل المقدار على اتش. اوزع الليميت اوزع الليميت ايش راح يصير عندي؟ تساوي ليميت لاتش تقترب من الصفر ساين اكس كوساين اتش على اتش ناقص ساين اكس زائد ليميت لاتش تقترب من الصفر كوساين اكس ساين اتش على اتش. هنا الاحظ ساين اكس عامل مشترك اسحبه راح تكون ليميت لاتش كوساين تربيع يساوي
واحد على كوساين تربيع اكس، واحد على كوساين تربيع هي سيكا. ايضا لاحظتوا بينا مشتقة التان تساوي سيكن تربيع، لكن بطريقة أخرى غير الطريق اللي أخذناه هو تعريف المشتقة. وأيضا كل الفانكشنز للدورة، الدالة الأولى واي تساوي ساين ثلاثة إكس تربيع، هذه الدالة وأريد أشتقها. أجي أقول مشتقة الساين حسب القاعدة اللي موجودة هي كوساين في مشتقة الزاوية، كوساين في مشتقة الزاوية، واي واي برايم مشتقة الساين كوساين الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي مشتقة الزاوية إيش قد تساوي؟ 6 إكس. زين هذه تمثل مشتقتين واي برايم، والتالي مشتقة سيكن تربيع سالب 4 اكس هي مشتقة سالب 4، وهذه تمثل هي مشتقة الزاوية. واضح؟ مثال آخر، مثلا سالب 3 اكس 4. هذه دالة، إذا شلون نتعامل فيها؟ دالة مرفوعة إلى أقل، دالة مرفوعة إلى أقل، ومشتقة هذه الدالة شو تكون؟ واي برايم تساوي 4 سالب 3 اكس أس 3. في مشتقتها مشتقة الساين كوساين 3 اكس مشتقة الزاوية اللي هي 3. أيضا مثال آخر، لو كانت عندي دالة كوتان مثلا واي تساوي كوتان دي اس على اس زائد واحد، وأريد أشتق هذه الدالة، شو تساوي مشتقة الكوتان؟ زائد وسكن تربيع واي، مشتقتها واي برايم سالب وسكن تربيع. في مشتقة الزاوية، الزاوية هنا راح أتعامل وياها دالة كسرية، مشتقة الزاوية اللي هي دالة كسرية المقام تربيع المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام واحد، وأبسط المقدار وأحصل على المشتقة لهذه الدالة. واضح؟